يا دوب من نفس كان حفظوا الاغاني دي حلال ابوز. انا اليوم طب نقول لك ما كنت فرش في الكاك حتى باحت المالوغوزمون طاحوا الدوزيام ديفيزيون، ما بقاش كيتنقلوا، ما بقاش ساهل تفرش في الكاك غير الجمهور في الدم زعما. صراحه من الصغر كان بغي حلال ابوز، وباقي حد الان باقي حافظ مين؟ اغانيهم باقي كل شيء. نايف اجاد ولد حلال حافظ اغانيهم، فكرنا في شي اغنيه ديال حلال بويز سيدي. يلا تعرفهم؟ زيد سيدي يلا فكرني. ما نغني لك زعما؟ قول لي غني، قول ديال اللي بغيتي يا سيدي، ياك صوتي حنايا جوج صحاب خايب، كنهضروا مع بعضياتنا. صوتي خايب. زيد كانت سيدي عندهم اليوم واحد الاغنيه اوسان زوينه، عندهم لي باغول زوينين، خلي لما نسمح فيك اللي كلشي كيعرف، ديال خذوا البيضه مي بيضه وعلاش هناك اليوم جينا وان شاء الله نديروا اللي علينا. وي زيد كان تعرف تحياتي لهذوك ال كنكون كنكون مع الدحابي هنايا، كنكونوا كنترينيو مع شفيق ولا مع الدري اللي معايا في دار حاتم صاحبي من القنيطره، كنكونوا كنترينيو كنسمعوا حلال ابوز صراحه. هذاك وعرفش علاش لي سيبورتر ديال الحلاله، انا من الناس اللي افتقدتهم في التعليق ديالي على الماتشات ديال البطوله الوطنيه، كانت عندي معاهم واحد العلاقه مزيانه، ولكن للاسف الكاك اون غروند ايكيب تنزل دوزيام ديفيزيون، ماشي بلاصتها وماشي المقام ديالها، ومقام لا يليق بالنادي النادي القنيطري، سورتو مع هذاك الجمهور، هذاك الجمهور دي سيبورتر كيستاهلوا فرقه كبيره تلعب كل سيزون تلعب على لي تيتر.